قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا هاجم مطعما مزدحما بالعاصمة مقديشو اليوم، ما أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل بالإضافة إلى منفذ الهجوم. إلى ذلك قال أحد الموجودين بالمطعم إنه شاهد رجلا يتعامل مع شيء تحت معطفه سرعان ما أحدث انفجارا ضخما بالمكان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهجوم خلف عددا كبيرا من الجرحى على الأرض، وهذه هي المرة 3 التي يهاجم فيها انتحاريون هذا المطعم الذي يقع مقابل المسرح الوطني. وفيما لم يتبنى أحد العملية، تشير أصابع الاتهام غالبا إلى حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة التي نفذت في وقت سابق العديد من تلك الهجمات.